الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير وكل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض بوريك او سندوتشات صغننه، بوريك زي ما تسموه، بس هو حلو قوي للاطفال لما او الولاد لما يكونوا في المدارس بياخدوه. هو وجبه كامله، بتحطي فيه جبنه، تحطي فيه مربى، تحطي فيه اللي انت تحبيه، الحشوه اللي انت تحبيها. المقادير بتاعتنا النهارده عندنا كيلو دقيق، واحده واحده كده مع بعض، كيلو دقيق، ربع معلقه ملح، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه خل، معلقه خميره فوريه، هنا معلقه ونص صلصه، 3 معالق لبن بودره، في لبن بودره، في ما فيش اعجني بلبن عادي، لكن اللبن بودره معاه ميه، معلقتين سكر، ربع كوبايه من الزيت، كوبايه من الميه الدافيه، دقيق، ملح، كمون، بيكنج باودر، خل، خميره، صلصه، لبن بودر، سكر، ربع كوبايه من الزيت، كوبايه ميه. دول لسه الميه طبعا هناخدها مع مقدار الدقيق. هنروح مع بعض على العجان بسرعه وهنشوف هيحصل فيه ايه. معلش انا بعمل بسرعه لان عارفه ان النور بيقطع، فانا عايزه بس اشغل دوت يريحني لان ايدي بتبقى تعبانه. اول حاجه هنعملها في الحاجه بتاعتنا هنا، هحط الخميره، هحط الخميره، وهحط الربع كوبايه من الزيت كده، والسكر، وهجيب كمان الميه، كوبايه الميه الدافيه. هربي كل ده مع بعضه الاول بس عشان الصوت وارجع لكم. هحط كمان معلقه الخل، ذره الملح، واللبن البودره، كل ده نقلبه مع بعضه، والبيكنج باودر كمان، مش هحطه في الدقيق ولا حاجه، كله مع بعضه. وكمان هنحط كمان شويه الكمون، وهناخد كمان معلقتين الصلصه اللي احنا قلنا عليها. هربه برده كله ببعض وارجع لكم. فاضل عندي الدقيق، وانا هجيبه بقى من هنا كده عشان انا نخلاه طبعا عشان يخش في كميه هواء، كنت محضراه. انا بحضر الحاجه بسرعه عشان بخاف من النور بصراحه. هبتدي اعجن وارجع لكم ونشوف العجينه هتحصل فيها ايه. بصوا كده، حسيت ان العجينه لسه ناشفه شويه، هنحط لها حاجه بسيطه من الميه. خلي بالكم انا ما بقولش على مقدار الميه عشان كل عجين الدقيق بيختلف عن الدقيق التاني. انا بقى هعجنها واحط حاجه بسيطه جدا من الميه واعجنها كويس قوي وارجع لكم. شوف بقى العجينه بتاعتنا حصل فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على، طول ما احنا واقفين نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى صحبه اجمعين. صلوا عليه طول ما انتوا واقفين لان هو سمعنا وحاسس بينا. بصوا بقى العجينه بتاعتنا، بصوا بقى عامله ازاي، ليها عرق. اخدميها في الـ في الـ في, الـ في العجن، سواء على ايديكي او في العجان، هي بتلزق بسيط، شوفوا ازاي، بس انا عايزاها كده. بصوا بتطلع اهي، بصوا جميله، بس انا عشان صوابع ايدي مطرح الحاجه. بصوا العجينه جميله ازاي، دي تحفه تحفه. طلعها بقى وفضيها ونشوف هنعمل ايه عشان نسيبها تخمر. بصوا بقى انا طلعتها من العجان، بصوا عامله ازاي، بصوا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم بارك يا رب، تحفه 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 اهي. هعمل ايه، هحطها هنا كده مؤقتا على ما ادهن هنا مكان العجان بتاعي، ادهنه الزيت وابتدي احطها فيه. كده انا دهنت العجان بتاعي كله زيت، هبتدي اخدها اهيت، وبرده لازم ادهن الوش بتاعها زيت عشان ما تلزقش بعد كده الاسترتش بتاعي اهو. بصوا لازم ادهنها كده، احطها بقى اهي، كل ده عشان البنات الصغيرين اللي لسه بيتعلموا كده. خلاص هغطيها واحطها في مكان ضلمه شويه
ودافي، واسيبها بقى لحد ما تخمر واوريها لكم بعد كده هتبقى ايه، وهنشتغل فيها ان شاء الله مع بعض. يا جماعه النور قاطع، والله انا واقفه عند البلكونه هعمل ايه؟ بس النور ده معذبني. بصوا هنشوف العجينه بتاعتنا، هنلاقيها خمرت ان شاء الله باذن الله اهو. بصوا عجينتنا بقت ايه، بصوا بقت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل ايه، هغطي عليها واخدها وابتدي اجيب صينيه اللي هي ديت، وهنبتدي نحط فيها نصغره على قد ما نقدر نقرصه. بس انا مش هعمل كده، انا هريح نفسي وهفرده بالنشابه واخد، عشان يبقى المقاسات كلها مقاس على قد اللي انا عايزاه، ما تطلعش واحده كبيره واحده صغيره. ونبتدي نشتغل مع بعض. هنا عندي السمسم زي ما احنا كلنا عارفين، سمسم ما يكونش متحمص، وبنحط عليه معلقتين من الميه ونخليه مبلول كده عشان يرضى يلزق في العجينه بتاعتنا. وعندي للحشو هنا جبنه بيضه البراميلي الحلوه بس مش حادقه قوي، وهنبتدي مع بعض واحده واحده. انا خدت كده قطعه من العجينه اهي، هحطها كده عشان ابتدي افردها اهي. كده بيطلع المقاس كله واحد، ما تطلعش واحدة كبيرة واحدة صغيرة. والله يا جماعة انا خدت على النشابة بتاعتي الاولانية الجديدة دي، بقى بنتي جابتها لي، مش بنتي يا رب، مرات ابني، وقالت لي دي جميلة بس انا لسه ايدي ما تعودتش عليها. خدت على تحتي، خلاص الواحد بيتعود على حاجة بيبقى مش قادر يغيرها. وخدت على مطبخي، مش قادر اقف في حتة غيره. كده المقاس كله حلو اهو، هبتدي اقطع كده. دي بتخليها مكلكعة كده. خلاص انا قطعتها، بص كله هيطلع بمقاس واحد. اروح واخده كده اهو. انا طبعا حتى المعلقة عندي هنا في شوية من الزيت صغيرين عشان ما تلزقش فيها الجبنة. دي حتة من الجبنة هعمل ايه، شايفين شكل زي القطفاية، هنقفلها زي القطفاية بالظبط اهي، شايفينها عاملة ازاي. قبل ما بطت بقى كده عشان اخليها تبقى عاملة زي العصفورة كده، هروح واخدها حطاها في السمسم زي ما احنا شايفين كده اهو، وهبتدي احطها كده وابتدي ابطت شوية اللي هي اللي انا عملتها قفلتها من فوق اهي. بصوا بقى، بصوا شكلها، شايفين الشكل عامل ازاي. وهبتدي دي بقى خلاص مش عايزه الصينيه دي، ملهاش لازمه، انا هجيب الصاج بتاعي جنبي كده اهو زي ما انتم شايفين، وهبتدي ارص فيه. تمام، هاخد واحده كمان الوش بتاعها اهو في الظهر من جوه، وهبتدي اخد الجبنه بتاعتي وابتدي اقفل زي القطفايه بالظبط اهو اهو. وهبتدي اجي هنا عشان السمسم يلزق فيها اهي، واجي بقى انا ابطط كده اهي اهي. ودايما تقفلي كويس عشان ما تتفتحش منك، شايفين شكلها، والله لذيذة وجميل. هعمل معاكم كمان واحدة اهي، هاخد برده على الظهر كده اهي، واجي هحط جبنة. طبعا انتوا شايفين ان الجبنة بس عشان هي حادقة ما تبقاش مالحة قوي على اللي هو بياكلها. تمام اهي،
برضو ادي السمسم اهي اهي، ممكن ابطط في نفس الطبق اهو عشان هي تلزق فيها السمسم كويس قوي، شايفين اهي، وبحطها دايما على الناحية اللي انا مقفلها اهي، شايفين. هعمل كمان واحدة معاكم هيت برضو حتة من الجبنة، هاجي كده اهي برضو نفس الحكاية، هقفل، هي الجبنة اصلا بتسيح وبتملاه من جوه، هقفل قوي 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 كده، واجي هنا اهي اغططها كده خلاص لزق فيها السمسم اهي، شايفين. كمل بقى الكمية بتاعتي كلها وارجع لكم بقى، اكمل بس حتى الصاج واوريكم شكله هيبقى ايه. ده اول صاج انا مليته، صدقوني ولا كاني خدت حاجه من العجينه، والعجينه زي ما هي يعني يا دوبك نقصت حاجه بسيطه، وده كيلو الدقيق لسه هوريكم هيطلع كام صاج، عشان تعرفوا ان الحاجه في البيت انضف واوفر وارخص واقتصاديه جدا جدا جدا. انا هكمل بقيه حاجتي وان شاء الله هوريكم عملوا كام صاج، وهوريكم كمان قبل ما ادخله من الخبيز، وهقول لكم. المهم ان احنا هيتخبز على فرن درجه حرارته 180 على اول رف، يعني سيب الارضيه واول رف، ومن تحت ومن فوق، انا عشان انا الفرن بتاعي كهرباء، الفرن العادي هتشغلي من تحت وبعدين تبقي تفتحي الشوايه تاخدي الوش لو لقيتي الوش ما اتغيرش. هكمل بقيه حاجتي وهوريها لكم. يا جماعه كيلو الدقيق طلع لي 3 صاجات دول، ادي صاج هو خمر خلاص، احنا هنبتدي نسوي اول صاج عملناه، ادي الثاني وادي التالت. والله العظيم ده كيلو دقيق، كيلو دقيق. شوفوا بقى بره بيجيب الكيلو بكام، وشوفوا بايه، ونضيف ولا مش نضيف، مفيش اوفر من كده. الولاد وهم رايحين المدرسه ياخدوا معاهم 2 3، هتشوفوه هو مش هيفضل صغير كده، ما بيستوي كمان بينفش اكتر. وان شاء الله هوريه لكم بقى بعد ما يطلع من الخبيز. انا طبعا دلوقتي مولعه الفرن على اعلى درجه على 200، او اول ما يسخن بنزله ل 180، وابتدي اخبز واحد واحد، وان شاء الله لما يخلصوا هوريهم لكم باذن الله. شفتوا بقى وهو في الفرن، انا منوره لكم بالتليفون اهوت، بصوا بصوا بيتنفخ ازاي، ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، تحفه تحفه تحفه. ولا الريحه بقى مش قادره اقول لكم، والله العظيم حرام اللي يشتري حاجه من بره، والله يا جماعه حرام. ده ال البوريك او الفطير بالجبنه او سندوتشات للمدرسه، هي دي جميل، خطير خطير يا جماعه. حبيت اوريه لكم في الفرن، فعلا شكله يفرح جدا، والريحه فايحه بشكل غريب. يطلع بقى ان شاء الله من الفرن باذن الله، اوريه لكم بقى في طبق التقديم ان شاء الله. ده اول صاج يطلع من الفرن، اول صاج، اول صاج. بصوا بس طبعا سخن نار نار، بصوا مش قادرة اتك عليه لانه فعلا سخن سخن. بص الشكل، بص الحلاوة، بص الطعامة والجمال، قمر 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 قمر، جميل. الصاجات بقى التانية كلها وراح موريها لكم بقى الاخر خالص، بس شايفين قمر، والله قمر جميل جميل. الحاجة بتاعتنا خلصت، بصوا الطبق المرصوص ده ما كفاش، انا شلت الباقي جوه لسه، يعني ادي الكمية دي نصها، نص الكمية دي كمان. طبعا بقيت الكمية كلها جوه انا سبتها، لان طبعا الطبق مش مكفي. فبصوا ده من كيلو دقيق، والله العظيم تحفة خطير. عايزة اوريكم القلب بتاعه من جوه، بصوا بصوا السوا بتاعه، بصوا من جوه، بصوا بقى، بصوا هو بارد كده خلاص، بصوا شايفينه، الجبنة ساحت طبعا جوه زي ما انتوا شايفين كده. ده بكيلو دقيق، بصوا ما تكلفش حاجة خالص، حاجة من مفيش يعني، والله العظيم تحفة تحفة تحفة. يا ريت كلكم تعملوه في البيت، أنضف وأوفر وأرخص واقتصادي جدا. وينفع للولاد للمدارس. يا ريت بقى إيه اللي ما شافش القناة بتاعتي واللي هيبتدي يشوفها، ما ينسنيش في اللايك والاشتراك والتعليق، وتقولوا لي إيه رأيكم، وهقول لكم إيه. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد بطريقة جديدة، أقول لكم إيه، باي باي، سلام عليكم.